نحن نتمنى أن يتعلم الناس أن سوريا لم تقتل معارضيها. أختي كان شو القصة؟ قضاء وقدر يعني؟ ولا صابتهم جلطة مرة واحدة هيك كلياتهم ماتوا؟ لم تقتل معارضيها لا في الداخل ولا في الخارج. أنت حطيت مسيلمة الكذاب بجيب الفراطة. فنحن لا يمكن لنا أن نستخدم مثل هذا السلاح ضد شعبنا، ولماذا نستخدمه؟ الأسلحة العادية كافية. الطيور تغرغر. بشو قصرت البراميل؟